السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدين مشاهدي قناة الجزيرة مباشر. نحن الآن في مقيمات بلدة باتنتا شمال إدلب وتحديدا في مقيم التح. نرصد لكم هنا أوضاع النازحين وأضرار وخطورة انعدام شبكات الصرف الصحي هنا في هذا المقيم وعدة مقيمات أخرى في هذه المنطقة. طبعا نلتقي مع مدير المخيم للحديث أكثر عن وضع المخيم ووضع الصرف الصحي وخطورته هنا على قاطني هذه المخيمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا ببداية كل صيف تزداد المعاناة أكثر وأكثر بالنسبة لوضوع مخيمات شمال غرب سوريا. طبعا أغلب المخيمات شمال غرب سوريا يوجد فيها شبكات صرف صحي، وكما تعلمون بداية كل صيف موعد تفقيس البيوض. طبعا تطور الأمر، كان في موضوع حبة الليشمانيا أو حبة سينيا أو حبة حلب كما تسمى عنا انتشرت في المخيمات. اليوم صارت عدة أمراض جلدية مثل موضوع الفقاع الجلدي، أيضا مثل موضوع التحسس عند الأطفال. هناك أماكن كثيرة داخل كل مخيمات العشوائية حيث المياه الراكدة، المياه التي تنتج عن موضوع غسل الملابس وغسل الأواني تنتشر في أرض المخيم. لا يوجد أي عبارة عن أقنية صرف صحي ولا شبكات صرف صحي. هاي المياه الراكدة هي البيئة الخصبة من أجل تفقيس البيوض وانتشار الحشرات، وأيضا انتشار الحشرات الزاحفة كالأفاعي والعقارب. طبعا ناشدنا عدة مرات جميع المنظمات الإنسانية التي تهتم بالشأن الخدمي من أجل إنشاء شبكات صرف صحي لكي نضع حد لتلك الأمراض. حقيقة الأمراض أتعبتنا كثيرا نحن وأطفالنا. اليوم في هذا المخيم، مخيم التح، انتشرت عدة حالات لحبة الليشمانيا عند الأطفال. وكما تعلمون أن هذه الحبة هي يكون عندما تستفحل يكون من الصعب علاجها وتترك آثارا على الوجه أو اليد أو بقية الجسم، مما يضطر أكان الطفل أو الكبير الصغير إجراء عملية تجميل بعد موضوع هاي الحبة. طبعا هون في عدة منظمات تشتغل موضوع الخدمة، ولكن حجم الكارثة كبير هنا في مخيمات الشمال. وأيضا موضوع العقارب والأفاعي انتشرت، حيث أن بيئة المخيمات هي في الأراضي الزراعية وعلى سفوح الجبال. طبعا هاي البيئة الموضوع تنمي موضوع الأفاعي والعقارب. ناشدنا عدة منظمات من أجل بخ المخيمات عن طريق المبيدات الحشرية، ولكن هذه المنظمات تكاد تكون شبه معدومة. وحيث إذا بدي يكونوا يبخوا هذا المخيم ببخوا داخل الخيمة فقط اللي عم ننام فيها، مثل ما بخت منظمة مينيتور مؤخرا. احنا بدنا منظمات تهتم بهذا الشأن، تبخ هاي المياه الراكدة في كل مكان من أرض المخيم. الأمراض الثانية اللي انتشرت لا نعرف اسمها، يعني بيجي بعض الأهالي بقول أنا عندي طفل صار معه مرض، هذا المرض نسأل دكاترة حقيقة بيتفاجئوا بهاي الأمراض، لا نعرف ما اسم هاي الأمراض. كله عم ينتج على المياه الراكدة وتشكل الحشرات وتفقيس البيوت ببداية كل صيف. عديت على موضوع الرائحة النتئة التي تصدر عن تلك المياه الراكدة. من هذا المنبر من أماكن مخيمات شمال غرب سوريا من وجه نداء إلى الأوتشا من أجل تخصيص منظمات تهتم بموضوع الخدمات، موضوع الصحة. يعني هذا المخيم تعداده ما يقارب 1750 شخص، لا يوجد عندنا مركز صحي الناس تقوم بالتردد عليه من أجل العلاج، وأيضا لا يوجد عيادات متنقلة. احنا المفروض يكون الموضوع الصحي لا يختلف عن الموضوع الإغاثي. لا، الموضوع الصحي بهمنا أكثر، موضوع شبكات الصرف الصحي بتهمنا أكثر. المي النظيفة أيضا اللي احنا عم نشربها المفروض تكون في معقمة وتكون في أجهزة كتير كويسة من أجل استخدامها. طبعا من هنا من ناشد
الأوتشا من ناشد المنظمات انها تهتم اكثر، وخاصة في بداية كل صيف حيث موعد تفقيس البيوت كما ذكرت. ايضا هناك الخيام التي نبرك بها موضوع الاعشاب تنتشر داخله الافاعي والعقارب، ومثل ما ذكرت معنا اي نقاط صحية نستطيع الذهاب اليها اثناء تفشي الاصابة او الامراض او ما شابه ذلك. حقيقة نعيش حياة صعبة جدا، وكما تعلمون الكثافة السكانية كبيرة، بيئة المخيمات التي بنيت بشكل عشوائي، بيئة جبلية حيث الصخور حيث الأتربة حيث الغبار، يعني حقيقة الإنسان إيش بدنا نحسن كسكان مخيمات نعيش. هناك نقص كبير في موضوع الغذاء، نقص كبير في موضوع المياه، وأيضا كما ذكرت الجانب الطبي أكثر، والجانب الخدمي يكاد شبه مخدوم. أكثر من نسبة 95% من مخيمات الشمال لا يوجد فيها شبكات صرف صحي، إلا بعض المخيمات القليلة تكاد تعد على الأصابع، هي مخيمات أنشئت عن طريق المنظمات تسمى مخيمات منظمة، كما ذكرت هي قليلة جدا فيها شبكات صرف صحي. أما كما تشاهدون هذه المخيمات العشوائية أعداد كبيرة جدا، ولا يوجد أي شيء يمد إلى موضوع شبكات الصرف، إلى موضوع أي شيء، موضوع النقاط الطبية، وأيضا موضوع المنظمات التي تقوم برش بالمبيدات الحشرية أيضا هي قليلة جدا. الله يعطيك العافية. طبعا كما نشاهد هنا انتشار السواقي وأيضا المياه بين الخيام وأيضا على الطرقات الواصلة بين الخيام، كما ذكر مدير المخيم أن هناك نقص شديد في موضوع أو انعدام شبكات الصرف الصحي، لا يوجد من يقوم بإعداد الصرف الصحي في المخيمات، وخاصة هنا في مخيمات باتنتا وتحديدا هنا في مخيم التو. مرحبا عمو، كيفك؟ الحمد لله. شلون الأوضاع هون عندكم بالمخيم؟ والله في عنا باقة هارينا هذي، كل يوم نام إلا نفيق الصبح نلاقى وجهنا عبيان باقة، تجي أما تغطي كمرنا بالحراب نفطس نشرع الخيمة من مغرب ويجينا هواء، بعدين نسكرها بكنا برادنا، بعدين بيجي الباق يهرينا هاري منطفي الضوء شوي، بعدين منشغله، بعدين منلاقى الصراصير والحشرات والتوت كلها منجمعات حوالينا، منشطف منكنس المطابخ ومنعمل، والأكل كله عبيان حشرات ودود وكل شيء. طيب ايش الحل برأيك؟ ايش تطالبين انت؟ بين الصف انت؟ ثالث. مجتهد ولا شو؟ مجتهد. شو حفظانيك؟ اقري لي لشو؟ ايش بدك؟ ايش تريدي؟ نصر. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبح بحمد ربهم واستغفر إنه كان توابا.